الله يحفظك يا عم شكشك. انا فخور جدا ان انا طلعت معاك النهارده يا عم شكشك، والله العظيم والله ربنا فخور يخليك، ده قوي، الشرف ليا والله، ربنا يخليك. والله فخور جدا ان انا طلعت مع عم شكشك. انا بقول انا مفكر، انا يعني خليك، ما انا تكترش. بفكر ان دي حاجات فقط في تلفزيونات، لكن طلع عم شكشك موجود معانا في وعليكم الحقيقه. السلام، وعليكم السلام يا ملك. تمام، الأميرة شمس، استنى هطلع معاك. تمام، شرف ليا، الله يسعدك، هستفسر براحتي. تمام، انت ايه رايك عم اي شكشك؟ حد عنده استفسار من المخفيين يكتب في كومنت، وانا او يكتب برايفت، وانا اقول للدكتور ان شاء الله تمام. وهيجاوبك على كل الاستفسارات. ولو لو الأميرة شمس دلوقتي عايزة تخش معايا غالبا، تسلمي تسلمي لي. تمام، ممكن مفهوم. تقول لنا حاجة صغيرة كده بسيطة للكرش، يعني انت ممكن دلوقتي نفيد عايز كل معايا تخسيس الموجودين، الكرش. حاجة كده بسيطة، وصفة بسيطة والله لكل فكر. الموجودين، واي حد عنده استفسار يقول. تمام، انا هقول لك وصفة جميلة جدا، بس ديت الوصفة الجميلة ديت فقط للناس اللي بتصحى بدري. ها، تمام. يعني الناس اللي بتصحى، الناس اللي بتصحى تصلي الفجر، وبعد ما تيجي اول ما تصحى قبل ما تروح تصلي الفجر مثلا، تصحى تصلي ركعتين كده ولا حاجة، وبعد كده المفترض نص ساعة وتروح الصلاة، هتشرب 4 كوبايات مية دافية على الريق، 4 كوبايات مية دافية على الريق، وبعد كده ننتظر 45 دقيقة. الله يسعدك، الله يبارك فيك. يبقى احنا كده دكتور احمد عطية دهشان طالع بالبدلة ليه؟ معلش يا جماعة، بس طبيعة الشغل بتاعتي. هو بيشرح لنا دكتور تغذية، لو عندك أي حاجة اسأل هو هيجاوب عليك. لما اتفضل تخلص مع دكتور. شكشك هطلع مع حضرتك. يا سلام، والله يا جيش، يا سلام يا سلام، تحت امركم والله جميعا يا جماعه. دلوقتي يعني استنى ما اعمل لك متابعه يا اميره، عشان وعليكم السلام يا حمد، وعليكم عشان السلام، نخش مع بعض على منورين المحاضره. كلكم، منورين. عمر فهمي، ربنا يسعدك عم عمر يا فهمي، ولا عمر فهمي اللي انا مش عارف الدنيا متلخبطه تحت وفيها ايه، البدله عيب يعني ولا ايه؟ يا جماعه عادي والله يا جماعه، مش بتفرق قوي يعني. هلا، عايزين اقلع لا يا مايكي نقطة، مش دلوقتي أنا، اقلعه في مره. مش أنا يا نقطة. اتفضل كمل لنا، كنا بنقول وصفة الكرش. هو في وصفات كتيره بالمناسبه، لكن انا قلت لك اهم وصفه انا شايف ان هي ممكن تعمل، بس طبعا لازم نتاكد الكرش ده ما يكونش سبب مرضي، لان ممكن الكرش يا عم شكشك يكون سببه مشاكل في وظائف الكبد. الكبد ما بيبقى عندنا فيه مشكلة، بيحدث تراكم للدهون في منطقة البطن، فعلشان كده الناس اللي عندها كرش، فبننصح انها تعمل اتفضل مثلا قول سؤالك يا تجميل. حمد، والدكتور هيجاوب عليك. اتفضل قول سؤالك. يبقى النقطة دي مهمة جدا، ان الكرش ممكن يكون سببه مشاكل في وظائف الكبد. فاحنا بنقول مثلا، وليكن لو انت قبل ما تعمل مثلا تحليل الكرش، قبل ما تمشي على اي وصفة او اي شيء، اول حاجة تعملها ايه؟ ان انت تعمل تحليل وظائف كبد علشان تتأكد ان انت ما عندكش اي مشاكل في الكبد. لو اتأكدنا ان احنا لو طلع عندنا ما عندناش اي مثلا وليكن مشاكل في الكبد بتاعنا، خلاص بشكل فوري هنعمل ايه؟ نبدأ ناخد الطريقة دي. أول ما نصحى من النوم، قبل ما نعمل أي حاجة، قبل ما نتوضى، قبل ما نصلي، قبل ما نعمل أي حاجة، هنكون مسخنين مية دافية، وهنشرب 4 كوبايات مية دافية على الريق، حجم سعة الكوب 160 مللي، بننتظر 45 دقيقة، وبعد كده ناخد وجبة الفطار بتاعتنا. الحمد لله، يا الحمد لله. نورتوا كل الموجودين، نورتوا. كل واحد عنده استفسار يقوله والدكتور هيرد عليه. اتفضلوا. الحمد لله. يبقى احنا كده قلنا ايه؟ هنصحى من النوم، هنشرب 4 كوبايات ميه دافيه على الريق، هننتظر 45 دقيقه، هناخد وجبه الفطار بتاعتنا، هننتظر بعد وجبه الفطار ساعتين لو حابين نشرب اي ميه. ممنوع شرب اي ميه قبل ساعتين من اي وجبه، يعني مثلا خدنا وجبه الفطار، ولو عايزين فعاليه ما في هذه الطريقه، لو عايزين فعالية في هذه الطريقة عشان نتخلص من الكرش، أنا أعرف ناس من أول أسبوع تمشي بهذه الطريقة، بس الطريقة بسيطة أهي. الوجبات بتاعتنا تبقى ثابتة، وجبة الفطار مثلا ناخدها 8، يبقى الغداء الساعة 6، الساعة 2، يبقى العشاء الساعة 8، يبقى مواعيد ثابتة، الوجبات بيساوي حرق سريع، ده كده رقم واحد. الحاجة التانية إن إحنا نشرب ال4 كوبايات مية دافية على الريق، وبعد ما نشرب ال4 كوبايات مية دافية مثلا نروح نصلي مثلا الصبح أو كده، ونرجع نجري او نلعب اي رياضة لمدة وعليكم ساعة السلام ورحمة واحدة الله لساعة وبركاته، وما أنا تقريبا تلاتش، اتفضل. لو قدرنا
لو قدرنا ان احنا نلعب ساعة واحدة مشي، لو ساعة واحدة مشي بعد الاربع كوبايات مية دافية، بوعدك في اسبوع واحد فقط بتلاحظ الفرق للكرش بتاعك، وهتدعي لي دعوات جامدة جدا ما لم يكن هناك خلل مرضي هو اللي مسبب سمنة البط. زي ما احنا قلنا ما عندناش مثلا وظائف في الكبد، او ما عندناش نقص معين او خلل معين هو اللي مسبب لنا دهون الكرش. يعني كده أعزائي المشاهدين، وصفة بسيطة خالص، نصحى بدري وناخد 4 كوبايات دافية، نستنى 45 دقيقة ونمشي ونظبط مواعيد للوجبات. أم ضحى أهلا بيك يا حبيبتي، أحلى حاجة أم ضحى، ربنا يسعدك ويحفظك ويرفع قدرك في يعني الدنيا. كل واحد عنده مشكلة في التغذية، الدكتور معانا هيجاوب على كل الأسئلة، واللي عايز يسألني برايفت هيوصل للدكتور وهيرد عليه حالا.